عليكم اخواتي المشاهدات، سمحوا لي صافي ان سومان ما بنتش، كنت مريضه الله غالب طيحه فراش، دونك غير كيما بريت شويه قلت ندير لكم حاجه خفيفه اللي ما تتعبش بزاف واللي ما تشدش الوقت. دونك دي بريوش سو فورم دو روز ولا بريوش على شكل ورده، عليك بلا كونفيتور تخرج كيما دونك كيما تجينا كيما لا بافيتي. هايليك شوفوا حاجه بنينه خفيفه وتندار بالخف، نتمنى تجربوها معايا، نتمنى تتبعوا معايا الوصفه. هايليك بالمربى ولا باتا بريوش، تبعوا معايا. نبداو الوصفه على بركه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبداوها نبداو على بركه الله. هذه الكيفيه، دونك واش عندنا؟ عندنا حليب يكون فاتر جليت يد، عندنا نص كاس تاع زيت السونغو زيت المائده زيت نباتيه، عندنا شويه تاع فاني فانيلا، عندنا زوج حبيبات تاع البيض دو زو، عندنا نديرو زوج بغارف تاع السكر، وعندنا دونك الفوي، نستعمل الفوي ولا لا فورشيت ولا اللي حابه دير الباتور دير الباتور. دونك واش نديرو؟ اولا نديرو مغرفه تاع خميره الخبز، هاي لي خميره تاع الخبز ولا خميره لا لوفور دو بولونجي، نديروها هنا في الحليب الفاتر، ما لازمش يكون سخون مليح سينو يحرق لكم هذيك لا لوفور وما يطلعش لا بريوش تاعنا. دونك نخلطوها هكذا، نخلوها بجه. دونك واش نديرو؟ زوج حبيبات تاع البيض، بسم الله، نديرو هذيك لافاني، نزيدو الحبة واحدة أخرى، زوج مغارف تاع السكر. وعلاش نديرو جوست زوج مغارف ولا دو كويير اسوب، هادي هاد لا كويير صغيرة شوية تاع السكر، باسكو رايحين نديروهم بلا كونفيتور، دونك نقصوا شويه تاع السكر باش ما يجيش حلو بزاف. سورتو لي عندهم دي بروبليم دو ديابيت ولا مرض السكري. دونك نخلطو مليح، نزيدو لها دونك اون بانسي د سل، دونك بعد ما خلطنا كامل هذاك الخليط مليح حولك، نزيدو هذاك الحليب مع لا لوفور، نكملو نخلطو. ما خلطنا كامل هذاك الخليط هاولي، نجيبو دونك هذا لاباسوار ولا لو تامي، نديرو فيه لا فارين، نخلطو كامل مليح. دونك لا فارين ما نقدرش نمد لكم اكزاكت باسكو كل وحده وكيفاش لا فارين تاعها، كاينه لا فارين تشرب كاينه لا، نديرو باليد باش نتحكمو في نتحكمو في لا تيكستور ولا في القوام تاع العجينه.
لا تكستور تاع لاباط. نزيد لها شويه ناقصه ونجمعها كامل. لازم لاباط تاعي ما تجيش لاصقه، ما تلصقش في اليد. بعد ما لميتها كامل طميتها هايليك، ما تلصقش في اليد هايليك، نزيد لها مغرفه تاع لا مارغارين تكون طريه. هايليك من الفوق ونزيد نعجن فيها. كي نكمل نعجن كامل هاد لاباط واش ندير؟ نديرها ترتاح لي واحد النص ساعه هكذاك بيد ما تطلع، ونبدا نفاصوني في لي بغيوش تاوعي. بعد ما ارتحت هذيك العجينه نرفدوها هايليك هكذا، ونبداو نقطعو. بعد ما قطعناها نديروها هكذا دي بول صغيرين، نحطوهم نزيدو نخلوهم يرتاحوا شويه بيد ما نكملو كامل. هاوليك هاوليك نخدموهم كامل هكذا. عمليك نحطوهم يرتاحوا، نخليوهم دونك يرتاحوا شويه بيد ما نوجد لا كونفيتور او لو رولو تاعي. نعاود نولي ليكم دونك بعد ما ارتاحوا شويه نرفد شويه تاع لافارين هكذا ان رولو ولا الحلال نحلها هكذا. دونك لاباط هادي تكون مليحه تقدري تمانيبوليها كيما اهوالك. دونك هايليك السمك تاعها دقيق، السمك تاعها واش نديرو؟ نرفدو لا كونفيتور كيما شفتو في المقدمه. دونك هادو وريدات بلا كونفيتور، انا درت لا كونفيتور دابريكو، وانتوما كل واحد واش حاب يدير. حاب يدير ابريكو فخاز ولا تاع القارص ولا تاع تشينا، كل واحد واش على حساب واش كاين عنده في الدار ولا على حساب الذوق تاعو. دونك ما نوصلوش مليح لي زيكستريميتي الطرف هكذا باش ما تخرجناش لا كونفيتور من الكوتي. نسقم لكم هنا من بعد واش نديرو؟ ندوروها هكذا شوفو، نزيدو ندوروها هكذا هكذا هايليك. رفدو من بعد رفدي الموس، رفدو هكذا الموس هاوليك الموس ولا انا عندي هادي تاع لابيتزا في الوسط هكذا منا. دونك هاد الكوتي تخليوه ما توشيوهش، لازم يبقى وحده. دونك نبات وحده ومن بعد هكذا على 1 سنتيمتر نبدا نقطع على لاباط تاعي اون دو هايليك. منا تكون تتقطع كومبليتوم منا لا واش ندير؟ ندورها هكذا ونزيد ندورها هكذا
من بعد نبدا نلف فيها هكذا. ما كيفاش ندير، ندورها هكذا كامل على روحها ساير داير عليك، تخرج لنا كيما الورده. نزيد نعاود ندير واحد اخرى، نزيد نعاود ندير واحد اخرى. بيان سور لو بلون طرافاي تاعكم اشاك فوا مسحوه عليه، باسكو هذيك لا كونفيتور كي تكوبي وتبداو تمانيبيوليو في الوردة تاعكم، لا كونفيتور تقدر تخرج منها. دونك واش ديروا باش ما تلصقلشكمش لا بات واحد اخرى، هادي مسحوها اشاك فوا، مسحوها وفيغ يا ماجور. لا كونفيتور هايليك، ما تكثروش لا كونفيتور من الداخل علاه، باسكو سينو تخرج لكم كامل. خليو شويه دونك نديروها في الوسط هكذا لا ديكوراسيون. شوفوا عليك، دونك اش ندير توجور، دونك نخلو هكذا واحد 1 سنتيمتر منا ونبدا نقطع عليك. عليك كي تقطع ندورها هكذا شوفوا، ونبدا ندورها هادي على هادي هكذا كيما ضفيره بصح تاع زوج. ومن بعد نبدا ندور هايليك هايليك، نكمل كامل الكميه نعاود نولي لكم. بعد ما درتهم كامل دونك واش ندير، نرفد شويه تاع لا كونفيتور نزيدهم هكذا في الوسط. هكذا ومن بعد نديروهم في الفوغ حتى يتحمروا كامل وطيبوا، نعاود نولي ليكم ابخي. نسيت نقول لكم هذيك السنيوه، هذه سنيوه واحده اخرى دونك الاخرى درتها مي ما كانتش لا كاميرا شاعله، كانت طافيه. دونك واش ندير لهم، ندير لهم شويه هكذا بالحليب من الفوق، اللي حاب يدير لهم جون دوف يدير جون دوف، انا ندير حليب هكذا باش يجي لي ارطب بزاف. ومن بعد نزيد لها دونك لا كونفيتور من الفوق في الوسط هكذا باش تجي كيما الورده، وهذاك لا كونفيتور كيما لو سونتر تاع الورده هكذاك حمراء. دونك نعاود نولي لكم ابخي لا كويسون. هاو لك البريوش تاعي تاع الورده بعد ما كملته كامل، هاو لك السخون هايليك مورق، اون ديغي اون بات فويتي مورق كامل. شوفوا شوفوا كل ورقه وحدها، شوفوا هاي اللي كنشد واحده اخرى، شوفوا كيفاش تورق. هاي اللي كامل هذوك عملي كامل مورقين، شوفوا شوفوا حاجه بنينه وحاجه سهله وحاجه ماشي كيما دونك نخرجوا على العوايد هذوك تاع لا بريوش نورمال ولا كرواسون ولا بان شوكو. دونك هذه الخطره دونك هذا الموديل سينا هذا الموديل باش نخرجوا شويه على العوايد، وحاجه جديده هكذا وحاجه تفرح سورتو لي زونفون يحبوا لا كونفيتور تاع لا بريكو، ويحبوا لي فيينوازري دونك تو سكي كرواسون بريوش ايتترا.
دونك هذا ما بين لا بريوش وبين لا بين الكرواسون، دونك لا تيكستور تاعو تاع لا بريوش، مي هكذا التوراق هذا كيما لو كرواسون. نتمنى تكون الكيفية عجبتكم، ونتمنى تجربوها. امنوني بنا ما نقدر ما كاش واش نقول عليها، حاجة هايلة وسهلة وتندار بالخف. نتمنى تجربوها ونتمنى تعجبكم. نتلاقاو في ساعة الخير ان شاء الله في الوصفة واحدة اخرى. بقاو على خير، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله اجمعين. إلى اللقاء.